أي إنسان يخاف من غير الله كخوف من الله سبحانه وتعالى يكون الجزاء من جنس العمل بأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا يسلط عليه، كما كان الناس في الجاهلية إذا نزلوا أي منزل يخافوا من الجن يستعيذوا بالجن، فماذا كان يصنع لهم الجن؟ يخوفوهم أكثر. 一个人如果害怕阿拉，以外惹如同害怕阿拉，那么阿拉乌塔，阿拉乌塔的就会使那些偶像之类的驾驭他，使他更加害怕。 فإذا كنت خاف من الله خاف من كل شيء. 如果一个人真正的害怕阿拉，那么所有的那些东西都会害怕他。 وإذا قدم الإنسان الخوف من الجن على خوف من الله مثلا الجن يخوفه أكثر. 如果一个人不害怕阿拉而害怕精灵，那么那个精灵就会使他非常恐惧。 تقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك. 一旦睡觉的时候，我们读《爱的故事》。 الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية في سورة البقرة. 在这个《سورة البقرة》章第二章当中，《故事》那一节。 إذا قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. 一旦一个人在睡觉之前念了《爱的故事》，那么阿拉保护他，直到他醒。 إذا نزل أي منزل في كهف في بحر في بر في من الطائرة نزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قال هذا الدعاء استعاذة بالله سبحانه وتعالى 我们做一个祈祷，也就是凭阿拉尊美的尊名向阿拉祈祷，免受任何伤害。 لم يضره شيء سواء كان من الجن من الحيوانات من أي شيء حتى يرحل من منزل ذلك. 如果我们念了这样的祈祷词，那么阿拉保护我们，直到我们离开那个地。نحرص على الأذكار. 我们要经常的纪念阿拉。قصيرة لكن فائدة كبيرة. 虽然有一些很短的纪念阿拉的这个词句，但是有非常对我们非常有益。نعم.